ولاصق معاه. جيت هنايا ودرت جليسه بالكنابي. هاد الطبيله هادي حطاها هنايا هي مؤقتا حتى الخلا ديكو اللي بغيت حطها فيها لتحت غير دوك الروايح ديال العود وهذا اللي كنستقبل بهم الضياف وخلاص نعيش شميعات وبخور. مهم هادي هي مؤقتا كي قلت لكم. هنايا كنلقاو الكنابي اكسبري هنايا ما بغيتش ندير الكودوار او لا التكايه ديال الجنب باش هاد لي سباس هذا اللي بيبقى ما بين السداري والكنابي ما نقتلوش الا درت فيه شي ديكور يجي. وبيني وبينكم انا اللي مشهيه في هاد البلاصه شي شاريو يكون صغيور ويكون في الذهبي اللي يجيني في هاد لي سباس هذا. انا هذيك هي لا فيزيون ديالي لهاد البلاصه. الحاجه اللي غتجي هنايا الا عندكم شي فكره ديال شنو نقدر ندير هنايا ابار الشاريو مرحبا بافكاركم. كي قلت لكم هنايا جيت درت لي كانابي فوالا درتهم على شكل ال درت ليهم اكيد التكايه ديال الظهر هنايا باش نهرس شويه هاد البيج اللي عندي في الصالون. فضلت انني ندخل الموطارد فوالا فدرت الموطارد هنا في هاد الكرسه هادي وهنايا قدامها جيت درت هادي اللي صراحه عطات لوينات غزالين وعطات واحد الاضاءه للصالون ديالي. وكيف ما قلت لكم نقدر نلعب بالالوان في الصالون ولكن دائما فاش مثلا ندير شي لون في لي كوسان هنايا في الداخل خصني نشونجي هادو بالالوان اللي غيجوني مع الداخل باش يبقى ديما الرابيل الداخل. هنايا كيجي واحد جوج مخدات في نفس القياس كاري درت الموطارد في اللور وهذه القدام. وغنقول لكم البنات باللي الالوان راه ما خارجينش كما الواقع. هنايا كنجي في هذه الملاقيه هذه اولا في هذا ما بين هذا لي دو كانابي درت هاد ثلاثه ديال لي كالدو. هنايا خدمت بنفس الثوب اللي عندي في الصالون داك الذهبي عجبني داكشي علاش خدمت به حتى هنايا. درت جوج في الذهبي والوسط درت هذاك الموطارد وهنايا في الاخر ديال الكنابي درت عاوتاني نفس الشيء داك الشيء اللي درت ليه اللي درت هنايا. هاد الكنابي هذا راه درته عريض ما تيبانش مزيان في الكاميرا عريض ديال بصح الشيء اللي كيسمح لك ان تكا وحتى في الطول راه جاي طويل ولكن في الكاميرا للاسف تيبان الكنابي صغير. هنايا صراحه ما درت والو انا كنقول ما ندير والو علاش ديجا عندي مرايه تما وهنايا عندي هذا الديكور لابياج ميورال بالميغوار دابا نوريه لكم. ما عرفتش انا كنقول هنايا بركه بلا ما ندير فيه والو حتى تعطوني الراي ديالكم حيت غيجي كي قلت لكم انا بالي غيجي ترو شارجي. هنايا غادي نجيب غتلقاو هنايا واحد لابياج ميغال اللي جاي من الفوق حتى لتحت. بالنسبه للكنابي بعدا باش ما ننساش الكنابي درت انا هادو درت فيهم رونجمون يعني كيتحلوا هذا كيطلع كله هكا الفوق والاخر كيتهز هكا بحال لولي دايره فيهم رونجمون لتحت. راكم عارفين لي زابارتمون كيكون المونك ديال الرونجمون يعني كتقلب اي حاجه تخشي فيها الرونجمون. الكنابي جو بونس طلع ليا بشي 6000 درهم. هذا توب اونتي طاش 6000 درهم بلا هاد المخدات. المخدات غير مؤخرا باش زدتهم كنت جبت الكنابي هو الاول. المهم كي قلت لكم كندير حاجه بحاجه درت الكنابي حطيتو تا حطيت عاود الصالون هو الاول عاد الكنابي عاد درت ليه المخدات بشويه عليا كنقلب حاجه بحاجه باش ما ندمش عليها. رجعوا للابياج ميغال لابياج ميغال كي قلت لكم جاي المرايات من الفوق حتى لتحت غنوريكم غاديين وكنلعبوا بالمرايات. بحال مثلا هنايا جايه وحده مربعه كبيره العرض ديالها جاو جوج هكا. هنايا عاوتاني درت الوسط وحده مربعه وفي الجناب هادي راه ماشي ما كاينش القطعه هادي الطبله في الجناب جايه وحده هكا طويله والاخرى نفس الشيء بحالها. هنايا عاوتاني درت مربعه
وفوقها جوج دايرين هنا هكا، وهنا درت الوسط مربعة وفوقها واحدة هكا وتحت منها واحدة هكا. لابياج ميغال جبت الناس ديال لا سوسيتي هما اللي كيديروه، طلبوا ليا 1200 درهم للمتر. هاد الحيط هذا راه غير واحد الحاجه غير باش نوصل لكم واحد المعلومه البنات، راه الكاميرا كتبين الحاجه صغيره، راه هاد الحيط راه عريض. شوف كيبان لي انا دابا مع كنهضر معكم وكنشوف في هذا ديال الكاميرا في الروتور الكاميرا كيبان صغير بارابور الواقع، يعني كبير. عشي شحال كان غيطلع ليا هاد الحيط كبير في الطول ديالو، جاي طويل، وفي العرض كذلك، حيت عندي انا السقف ديال الدار عالي، مع العلم هنايا راه دايره فو بلافون. كي قلت لكم طلب ليا 1200 درهم للمتر، صراحه وجهنا غالي بزاف. اشنو درنا؟ نورمالمون هذاك اللي كتجي لك الشركه كيجي من هاد الجناب هذا مفيني. انا شنو درت؟ خديت العبار ديالي ديال الحيط الطول والعرض، درت الديزاين، هاد الديزاين اللي كتشوفوه انا اللي درتو، شفت العبار اللي عندي، شفت الشكل اللي غيخرج ليا، وشفت اللي غيجيني ساهل. مشينا عند مول الزاج، طلبت ليه شحال بغيت من هاد المربعين وشحال بغيت من هاد الطوال، مع العلم واحد المعلومه غنعطيها لكم، بحال مثلا غنعطيكم هاد جوج مع هادي، مثلا هادي فيها 64، هنايا فاش غادي نجي نركب هاد الجوج هادو راه نخلي واحد سنتيم، نص واحد نص سنتيم بين هنايا، يعني فاش خص هاد المسافه من هنا لهنا تعطيني 64 باش يجيوني منظمين. يعني بحال الا قلتو 64 نص ديالها هي 32، هاد الزاجه في العرض ديالها ندير 31.5 وهادي 31.5، فهمتوا؟ 31.75 باش منين نجي ندير نخلي داك لي سباس تجيني هي هاديك. نفس الشيء يعني راه كديروا ورقه وستيلو تقصوا تعبروا وتحطوا الديزاين وتعبروا. داكشي اللي درت وطلع ليا رخيص بزاف بزاف، ما وصلت حتى 1000 درهم. هادي غير واحد المعلومه باش نعطيها لكم. وركبناه الراسنا، ركبناه بلاكول ديال البيستولي الزاج، ماشي البيستولي داك ديال الشمع، لا داك اللي كتكون واحد الحديده تنقلب عليه وكتبداو كتعصروها كتخرج ديك البوماد، هذاك اللي درنا. ولصق لينا بطبيعه الحال، بدينا بالتحتانيين الصف، بديت بالصف التحتاني انا ورجلي تعاوننا عليه حتى نشف، خلينا حتى شد، عاد عاوتاني ركبنا هذا وخلينا حتى شد، وحنا غاديين وحنا تنركبو تسالينه وطلع لي رخيص بزاف. بالنسبه للطابي، دائما الطابي ديال مون طابي خديت عند مون طابي، وهذه البنات راه مصبونه ومعوده مزغبه مزيان، راه غارقه. ها نتوما فاش كنخشي صبعي ها فين التالين كيدخل، شفتوا؟ ها هو زوينه، صدقت لي زوينه بزاف، كانت كبيره وقطعتها، وداك لي شاطلي درتو في الكولوار عند البنات. بالنسبه للطبله الديزاين انا اللي اختاريته، الكنابي البنات والمخدره اكلان دي كومودير، الديزاين انا اللي كنت اختاريته، كنت لقيته في بانتيريس عجبني، عطيته لسناء وصيبته ليا. لتحت كتجي هكا معين، وفي الجناب كتجي دايره بحال هكا، ومن الفوق كتجي كروه، ما عرفتش واش تبان لكم، وفوقها زجاجه. فوالا نحاول نجي هكا باش يبان لكم الديزاين ديالها، صراحه الديزاين ديالها زوين. وسنا كيما عطيتها الموديل كيما حطاتو ليا. الديكورات اللي فوق الطبله صراحه هادو غير كانوا عندي، كي سبق وذكرت لكم راني مديبانيا غير بلي عندي، حاطه هنايا شميعات، هنايا واحد الفاز دايره فيه هاد لي فلوغ هادو، تقريبا كاين رابيل ديال اللون اللي في الصالون والبيض، والبواط ديال كلينيكس. بون كي قلنا الجلسه هي هادي انفاس معاها، هنايا درت لابياج ميغال بالبوا، هنايا غادي نحط لكم فيديو باش تشوفوه. كان عندي هنايا رخامه اولا واحد القوس وحده رخامه، ها هو هكا كان الشكل ديالو،
القوس اللي قلت لكم كان عندي اللي حاليا كاين مورا لابياج ميغال. هذا الفيديو هذا كنت صورته لكم في الفتره ديال الاصلاحات، يعني كانت الكوزينه فيها الخدمه، الصالون كذلك، هنايا كانوا عاد سلاو لي الصباغه وجيت حطيت فيها الباجاج اللي عندي. بالنسبه للرخامه راه كتكون خارجه من الجناب، راه جا مول الرخام وقطعها باش تجي ميته مع الحيط، باش هكذا قدرنا باش نديروا لابياج ميغال هاد الرخامه هذه الكحله. وكي قلت لكم هاد القوس هذا كان اللي جالس عندي في الصالون كتبان ليه الدار كامله، بحكم انني عندي الكوزينه مفتوحه، كان الا كان عندي البراني ما كنقدرش نخدم في الكوزينه، كانت محلوله كذلك على لي شومبر، يعني ما كنتيش كتاخدي راحتك في الدار. دابا صراحه داكشي اللي بغيت هو اللي لقيت في هاد لابياج ميغال. غطيتو العبار اللي درت، هذا راه جاي كبير البنات، لعبة شكل انا اللي اختاريته صراحه، حطيته لراسي هذا الشكل وجيت درت واحد الموبل سوسبوندي دايره معلق هنايا، خليت البلاكا خليته اكسبري في اللون ديال هذا البوا باش يجيني كيف ما بغيت. الموديل عطيته انا لا سوسيتي بيرفكت الومنيوم، هما اللي حطوه ليا، صراحه طلع ليا غالي غالي بزاف، مي تقدروا تصايبوها البنات غير في غير عند النجار يطلع لكم رخيص ورخيص ورخيص بزاف. الديزاين اشنو درت انا، راه لان تقريبا الا جينا للتقويصه اللي كانت عندي حده هنايا غتكون حابسه هنايا، ونرجع نعاود نقول لكم راه كبير بزاف، شدت ليا تقريبا القسمه ديال الصالون كامل. انا نشرح لكم الموديل كيفاش خدمته. هنايا عندي التلفازة راه كبيرة 65 بوس، دونك راه جاية عريضة وما كتبانش العرض ديالها، ما تيبانش اكزاكت في هنايا. شنو درت انا، عبرت التلفازة العرض اللي عندي هنايا، زدت 5 سنتيم هنا و 5 سنتيم هنا، هو اللي عطيت ليهم في لاسوسيتي ديروا ليا في هاد لا سيرفاس هادي اللي هي سامبل. عاد جيت في الجناب قلت ليه بغيتي يجيني العود نازل هكا، كيجيو بحال ما عرفتش كي غنشرح لكم ديبانو هكا نازلين باش عطاتنا هاد الشكل هذا. التلفازه ما بغيتش نعلقها، داكشي علاش درت هاد البلاكار سوسبوندو جاي هنايا وجاي فوق التلفازه محطوطه هكذا. صراحه عجبني الشكل اللي درت ديال لابياج، علاش؟ لان ديزاين ديالي شي حاجه اللي ما كايناش، لان تقريبا لي موديل اللي كنلقاو دابا حاليا الاكثريه كلهم كيجيو هكا، بغيت انا شي حاجه اللي مبدله ما نلقاهاش عند كلشي وما يطلعش ليا في الراس، لان انا كنقول لو كان درتو كله هكا دغيا غنملو. هكا مني جا سامبل عجبني الشكل ديالو، وجا صراحه الشكل ديالو غزال بزاف، وحتى داك اللون ديال البوا هرس ليا شويه هاد البيج هذا اللي عندي هنايا. ها نتوما كنحاول نشد لكم نص هنا نص هنا باش يبان لكم شنو كاين، من بعد غنعطيكم واحد النظره شامله، كنتمنى انه يبان. ونعاود نقول لكم تقريبا راه الدوبل ديال هاد المسافه اللي كتبان لكم في الواقع، وحتى التلفازه راه هي اللي غتحكم علي، هي اللي حكمت عليا على القياس اللي غادي ندير في هنايا كامل. هنايا هادي غير مؤقتا حاطه هنايا واحد الطابل دايره فيه كوان كافي، حاطه هكا باش حتى جا عندي شي واحد ولا كان هكا كيجيني كلشي قريب. من بعد غادي نوريكم الغونجمون ديال الكنابي وهنايا شنو دايره. المهم غنقول لكم هنايا دايره كلشي اللي عنده علاقه بالكافي، لي طاس لي كويير، تنحلو وتشوفوا من بعد. هنايا دايره لي سيرفييت لي عندي، لي زانو ديالهم، لي ناب، هنايا دايره لي سوبلا لي كاينين عندي كاملين. حاليا حاطه هاد الطبيله هادي وحاطه فوق هاديك لا بلونط، حتى هي غنقول لكم حاطاها مؤقتا نوض باش يبان لكم. هنايا هادو راهم كانوا لداخل، هذا راه لداخل بطبيعه الحال، ملي جا هادو هكا راه تريسين هو اللي جا كيخرجهم لكم وكيدير لهم واحد الكاش.
بطبيعة الحال كيكونوا معاه الناس اللي يركبوا هذا باش هكا كيحمي والله يحفظ هذوك السلوكه لا تشعل العافيه ولا شي حاجه. المهم ضروري التريسين يركبوا. تريا ديال هنايا حتى هي عند فايونس باش فايونس عند من خديتها كتجي هكا. حاولت شي حاجه اللي غادي تجيني مع هذيك وتجيني مع الجلسه وما بغيت شي حاجه كبيره. هاد الفوق هذا تيجي حديد في الدوغي وهنا هادو كيجيو كلهم كريستال مشكل ديالهم و تيبان لكم صراحه كتجي زوينه الواقع احسن هكا ما بيناش مزيان مي في الواقع كتجي احسن. كنحاول انني نبين لكم هاد الحديد ديالها ولكن مع الضو ما بينش شويه كيجي في التهبيد. الفوق كتجي هكا مغلفه وهنايا لداخل فوالا كيجيو هاد الكريستال هكا صراحه كتجي غزاله الشكل ديالها في الواقع احسن. وهذا هو لي سباس اللي كتشوفوني كنصور لكم فيه بزاف ديال الفيديوهات في البدايه ديالو. هذا كان عندي في الكري خليته هادي تحجرت مصيبه باليد البنات ماشي بابي ماشي شي حاجه. هذا هو الشكل ديال الحيط كي كان في الاول. كنت هذا الحجر هذا كومونديتو وجا المعلم اللي ركبو كيركب حبه حبه يعني مخدوم باليد. شديته صبغتو بهذا اللون. بالنسبه للصباغه ديالو خديتها في بريكوما كتمشيو هما اللي كيميلونجيوها لكم كتقول كتوريه اللون اللي بغيتي وكيخلط واحد الميلونج كتير باش كيعطي هذا اللون. صراحه هذا هو اللون اللي كنت بغيت مع العلم كان في الاول فونسي حيت هو قالها لي قال لي راه ما حدو غادي وما حدو غادي يبدا يبهت لان هاد التحجرات هادي كتشرب. وفعلا هذا هو اللون صراحه اللي بغيت بغيتو باش يجيني اسورتي مع الصالون. داكشي علاش حيدت الكري. كانت عندي بالنسبه للصالون الصباغه خليتها هي خيال. هنايا وسط الدار كنت دايره ليه الاوني ولكن استقدت درت وسط الدار كامل خيال. وهنايا عندكم في هذه البلاصه هذه باش نحافظ هكا على هاد الكوان هادو درت هاد الحديد هذا ودرتو في الطوغي هادو ديال القناط درتهم للدار كامله صراحه. شفتوهم باش هكذا كنضمن انني لا مدخلين شي حاجه ولا من الا دقاسوا لي الحيط ولا هذا تيبروتيجي. صدقت درتو للدار كامله درتو حتى في لاشومبر عندي. هنبداو من التحت. بالنسبه لهاد لي موبل هادو راه موبل شوسور ديال ايكيا كيتباع لواحد ب 399 في البرومو. هادو جوج شديتهم ولصقتهم باش عطاوني هاد الديكور هكا اللي حاطه هنايا غير داكشي اللي عندي كي قلت لكم مؤقتا. هنا حاطه شميعات هنايا درت هاد البلا هذا باش هكا كنحطو فيه السبورت ملي كندخلو. هنايا درت هاد البلاطو دايره فيه هاد الفاز مع لي فلور واحد المبخره كاينه عندي هادي الديفيزور وهادي كنت خديتها ب 15 درهم. هاد اللعيبه خديتها عند اللي كيبيعوا البخور بدرهم كنحطها هكا تقدروا ديروا فيها البخور الا ما بغيتوش تستعملوا المبخره. هنايا هادي لا بلونت ديال ايكيا حطيتها في داك الكوان وعطات واحد لو شارم لي زوين للموبل. وهادي مرايه خديت العبار ديال هاد ليسباس هذا وداكشي اللي خرج ليا هو اللي عطات المولزاج قلت ليها العبار اللي بغيت وجابها وهو اللي علقها ليا دار ليها شي لعيبات من اللور باش تعلقات. ما بغيتش ندير لها لا كادر لا والو باش ما نقتلش هذيك تحجرت. داكشي علاش خليتها هكا. غادي نعطيكم النظره ديالها كي كاتشي فوالا هكا. من بعد هنايا الباب ما كانش عاجبني الشكل ديالو. كنا في الاول غادي ناخذ العبار ديال الباب ما بغيتش نبدل الباب قلنا ان شاء الله الا سهل الله عندنا غير واحد المده هنايا وغادي الانسان كيقلب انه يوسع الله يجيب رزق. صافي ما بغيتش نزيد نخسر اكثر ما خسرت. اشنو كنا بغينا ناخذ واحد الكونتر بلاكي كيدار هنايا وكتنقشوه في الشكل اللي بغيتو. كنا حيرين غير في النقشه اللي غادي نديرو وحنا كنركبو صراحه هاد
هنايا دابا فين كاين هذاك لابياج ميغال ديال الميغوار هو هذا، وشاطو لينا بعض الطروفه، وراجلي هو اللي جاتو الفكره ديال اننا نديروهم هنا في الباب، وفعلا جاو زوينين. اول واحد بدينا بها هي هادي، لان هاد العوينه اللي عندنا هنايا في الباب هي اللي حكمت علينا. دونك علقنا الاولى وشفنا المسافه اللي عطاتنا تما، وهاد المسافه هادي اللي كاينه هنا هي باش مشينا. زدنا الثانيه وكنخليو نفس المسافه وحنا غاديين حتى لاخر وحده درناها، وصراحه جا الشكل ديال الباب زوين بزاف. وهانتوما هتشوفوا صراحه تبدل هاد الدخله كومبليتوم. واحد الوقيته بيني وبينكم كنت غنحيد هادو، وكنت بغيت ندير كونسول اللي تكون بالزاج وبالدوغي وتجيني مع الصالون، ولكن الاشكال اللي عندي هو ديال الصبابط. هادو هاد البلاكار هذا خاص غير براجلي، هاد الجوج هادو خاصين غير براجلي، هما اللي هازين لي صبابطو. مازال كاين واحد اخر في يده هو، عاد كاينين البنات هذا، يعني كاع لي سباس اللي عندي ديجا عامر، ما عنديش فين غنحط هادو، وما يمكنش لي انوليهم كاع نحيدهم، حيت بيخصني فين غنحط هادوك الصبابط. سكيل في كنت اوبليجي انني نخليهم صافي. هذا علاش فكرت ندير ليه شي شكل اللي غادي يجي زوين، والحمد لله انا راضيه بالنتيجه. نجيو للبلافون. البلافون كان عندي عادي، تحجرت كيف ما كتشوفوا مضويه، بغيت نبدل الديزاين. كانت عندي هي واحد التريه بغيت نانوليها وبغيت نبدل الديزاين. اشنو درت؟ اختاريت هذا الديزاين هذا، بغيت شي حاجه اللي تجي سامبل، ما تجيش تجي خفيفه وعصريه وتجي سامبل. فاختاريت هذا الموديل هذا هكا، هذا الدخل ديال هاد الشكيلات كلهم فيهم الليد، وعاد جاي الليد عاوتاني داير في هاد الجنب هادو كاملين. وجيت هنايا فوق تحجرت باش تعطيني هاد اللوينين هكا زوين. درت لي سبوت، لي سبوت خديتهم سامبل، عرفتي اش غيبانو ليكم ديال الزاج. نحاول نجمعها فوالا، هما هادو، هادو خديتهم. وش بريكوما ولا مسيو بريكولاج، كان الثمن ديالهم جو بونس واحد 65 درهم هكذاك الوحدة، 65 45 تقريبا هذاك القياس. وصافي الليد راه جا ريسين اكيد هو اللي قاد ليا. غنوريكم، حاولت هذا ديال الجناب ندير ليه هذا الساروت ديالو بوحدو، هاد الوسطانيين بوحدهم، ولي سبوت بوحدهم. هانتوما هذا لي سبوت، هذا ديال الجناب وهذا ديال الوسط باردون فوالا، باش انا كنتحكم فيهم كيف ما بغيت. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. وشتو هذوك لي سبوت راه صراحه كيعطيو واحد الاضاءه لهذاك المبنى خطيره. هذا هو الشونجمون اللي درت، ان الشونجمون كان من دخلت الدار حتى للصالون. ودابا غادي نحاول ندير لكم واحد الدويره كامله. هذا هو الباب ديال الدار كي قلت لكم، هانتوما شفتوه فوالا. هنايا الدخله لوسط الدار، هنايا كان كيطل على الكوزينه على وسط الدار. دابا هذا هو الشكل ديالو، هذاك موبل تي في صراحه هز ليا بزاف، مع العلم انني قلت لي ما تخرجوش ليا بزاف باش ما نقتلش لي سباس اللي عندي. او هنايا جاي الصالون، صالون كيبان لي في الكاميرا صغير ولكن راه جاي كبير. فوالا بسطور ديالو، فضلت نبقى هكا في اللوينات، ما بيتش ندير ازرق ملكي كرونا دوك الالوان مشعشعين، كنبغي شي حاجه هكا اللي في الشوفه مريحه للعين. فدائما كنمشي في البيج، وديك الساعه تقدروا نقدر نلعب انا هادي النظره ديالي، نقدر نلعب غير بمخدات صغيورين، نبدا مره مره نبدلهم باش هكا
غير تبقى شي حاجه خفيفه وكلاس، ما كنبغيش انا قولت الالوان. فوالا هذا هو الصالون. هنايا الجليسه الاخرى هي هادي ديال الكنابي بالطويله ديالو وبلابياج. كنحاول هكا نقربكم اكثر ونحطكم في الصوره اكثر على الديزاين اللي دايره. دابا انا جالسه في الجهه اللي فيها لي سطوخ فين واقفه. ملي كنجي هنايا هاد البلاصه هنا كانوا لي اونفاس معايا داك الموبل ديال لي شوسور ولابياج. هاد لابياج ميغال ديال المرايا ما تصوروش شحال زاد كبر لي الصالون وكيعطي واحد البهجه وواحد النور في الصالون. وحتى داك الاضاءه اللي زدت في الكولوار اللي هي صراحه عطات واحد الشوفه زوينه لوسط الدار. ومع البيض كيبان واحد لسباس زوين. وسورتو سورتو هذيك لا بلونت ملي درتها عطات واحد لو شارم زوين زوين بزاف. فوالا الكليسه هنايا اللي جالسه هنايا كيتفرج في التلفازه، وحتى اللي جالسه هنا في الصالون راه كتبان ليه التلفازه. اي فوالا هذا هو الصالون. نتمنى يعجبكم، نتمنى الذوق ديالي هنا الاجاب ديالكم. عندكم شي ملاحظات، بانت لكم شي حاجه ما هياش، مرحبا بالاقتراحات ديالكم. نعاود نذكركم ان هاد الكوان كافي وهاد لا طابل هادي وديك لا طابل اللي كاينه لهي هادوك غير مؤقتين. انا بيني وبينكم لهيها كنفكر نجيب شي بلانت اللي تكون كبيره. انا داكشي اللي عشقت تما. هنايا كي قلت لكم كنقول ما نزيدش والو، علاش هنايا عندي هادي هنايا وديجا فاش تتكونوا جالسين تما مع المرايا كتبين هادشي اللي كاين هنايا. الا زدنا شي حاجه اخرى تما في داك الحيط قلت انا غيبان داكشي كلشي طخو شارجي غيجي مرون. الكنابي ها هو جاي على شكل ال. مازال ان شاء الله نبارطاجي معكم لونجمون. والطبيله اكسبري درتها كبيره باش نبقاو هكا نجلسو ناكلو عليها. الزريبيه فضلت انني نحدها غير تما، ما بغيتش نزيد نتي حتى عند الموبل تي في. وهذا هو الصالون المغربي اللي درت بلوس عصري هكا اللي شفت، لان الاول كان عندي كبير. كنت الا غادي نجمعو كنهز ليه الهم، ما كيجيوش عندي الضياف بزاف سكيل في ما كنت غير ضايعه فيه. وكنت حتى الا غنبدل ليه الفراش بيني وبينكم كنهز ليه الهم، لان كان كيطلع ليا بالثمن. كنت على 5 سنين وشوفت شوف واش نبدل الفراش ولا لا. عمرني ما بدلت ليه الفراش قل من ديما 10000 درهم للفوق. 10000 درهم هذيك كاينه كتطلع ليا القضيه 16000 18000 درهم. كانت كتطلع لي القضيه شويه قصحه هكا. كنظن انه مني ولا هكا صغير ما غاديش نضيع فيه بزاف. انا نبي نبدل ماشي شي حاجه اللي كثيره بارابور الاول. هنايا الكنابي غيبقى هو هو، غنبقى نلعب غير بلي كوسان وغنحس راسي انني شدت. صافي البنات هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم. تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.